الحمد لله ربنا حبينا موقع متميز جدا 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 واقع على طريق الحرير اللي هو بنسميه الحزام طريق الحزام والطريق هو مشهور باسم طريق الحرير بس هو اسمه حلقة وان بيلت وان رود. فالسين وضع مصر على هذا الطريق نظرا لأهمية الموقع المصري. فإذا احنا كان لازم ننظر بقى للبنية الأساسية عندنا مش بس الموقع, احنا لازم بقى طب احنا عملنا ايه, فاحنا لازم نتحرك. فاحنا الحقيقة ان الصينيين يعتبروا ستيك هولدر في هذا المشروع ونجح هذا المشروع. فالحقيقة تقدمت لنا الشركة الصينية انها مستعدة انها تشارك في مصر بهذا المشروع وتحط انفستمنت معانا. فاحنا هنتكلم على مشروع مشروعين اللي هم محطة تعديل الأعراض سواء الموجودة في السفاجة أو الموجودة في المويبة. دول حوالي قيمتهم حوالي 750 مليون دولار. دول طبعا هيؤدوا إلى تداول حاويات, احنا بنتكلم 2.5 مليون حاوية في السنة قبل الزيادة انها توصل 7.5 مليون حاوية في السنة ان شاء الله بعد 5-6 سنين. احنا حقيقة الموقع المصري زي ما قلت لكم جاذب جدا للاستثمارات الأجنبية, جاذب جدا لحركة التجارة الأجنبية. في نهضة حقيقية بتتم, اللي عايز يلمسها بيروح يشوف الميناء شرق الدريعة اللي بيتعمل فيه مع سيادة الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية.